غادي اليوم انا فنان مغربي انا طول عليكم خليكم تعرفوا. السلام عليكم. قبل ما نقدم نفسي يعني وجب الترحم على عمال وعاملات مدينة طنجة الذين توفوا في ظروف يعني جد قاسية، وكذلك ترحم على العائلة هنا بمدينة سالا ناحية الرحمة، يعني نتمنى لهم إن شاء الله بحول الله الرحمة والمغفرة، الله يرحمهم جميعا. عبد ربي من مواليد سنة 1967 مدينة سالا، فنان مغربي متواضع، يعني هناك تجربة يعني طويلة على مستوى المسرح، على مستوى التلفزيون، على مستوى السينما. البدايات كانت يعني في سبعينيات القرن الماضي، حيث كنا نتردد على دار الشباب بمدينة سالا تبريكت، حيث هناك كنا نفجر الطاقات الفنية في ذواتنا، هذه الطاقات التي كانت تتبلور يعني في مجموعة من الفنون، سواء الرسم، سواء كرة الطاولة، سواء في لعبة الشطرنج، سواء في فنون التصوير. فاستقر يعني استقر التوجه في الميدان المسرحي. كيف ما قلت لك انايا، لان البدايات كانت في السبعينات، ويعني كانت عندنا هناك فرقة مسرحية الاسم ديالها النادي الادبي، وكانت هناك فرقة في مدينة سالا يعني داخل الأسوار هواة الفن تحت رئاسة الأستاذ عبد المجيد فنيش، وكانت فرقة أخرى ديال العمل ديال الأمل المسرحي ديال واحد الأخ اللي هو الله يذكره بخير الاسم ديالو البهجة، وكنا نتنافس فيما بينا على إنجاز العروض المسرحية لكي نقدمها في مهرجان مسرح الهواة. فعلا قدمنا أول عمل تحت عنوان المعادن. المعادن وهو تأليف للحاج محمد الجم، والإخراج ديالو كان من الإخراج ديال محمد خدير الله يرحمه وعبد المجيد فنيش. نجحنا بها في المهرجان أظن 19 أو 18 مدينة فاس. قدمنا هناك عرضا جميلا، فوزنا بجائزة العمل المتكامل. بعدها حاولنا ما أمكن أننا نجمعوا الفرق اللي كانت في سلا ونسميوها مجموعة العمل المسرحي، يعني جبنا كاع هذوك الجمعيات كلهم ودرنا فرقة واحدة باش نسميوها مجموعة العمل المسرحي. وهنا وآنذاك كانت الانطلاقة، يعني في 81 82 عللنا على الاحتراف ديال الفرقة. داكور، قدمنا مجموعه من الاعمال المسرحيه ديال كتاب مغاربه وكتاب يعني عرب، من المغاربه كاستاذ عبد الكريم بن رشيد، كمحمد اديب السلاوي، كواحد المجموعه كبيره ديال المؤلفين. يعني وشاركنا في مهرجانات يعني دوليه ومهرجانات للهواة، يعني الوقت اللي كان مهرجان الهواس قبل ان يتحول الى المسرح الجامعي، وقبل ان يتحول الى المسرح الشباب، الى ان جاء المعهد العالي للفنون الدراميه، وخرج له واحد المجموعه ديال الفنانه مرموقين الان اللي هما في الساحه يعني باينين الحمد لله. ان شاء الله احسن عمل فني تختار سي محمد. قبل ان نقول لك احسن عمل فني، انا الدخول ديالي في الميدان المسرحي ابتدا كالقراءه الثالثه للنصوص المسرحيه. كيفاش هذه القراءه الثالثه؟ وهي ما بعد المخرج، بمعنى انني اقرا النص لكي اترجمه فوق الركع. كيف ذلك؟ اجعل له مناظر وديكور وملحقات من ملابس ومن يعني اقنعه ومن يعني سينوغراف. ما كنتش انا كنمثل، وكنت كنعمل الموسيقى، يعني كنعزف على الناي، كنضرب العود، كنغني، يعني برويطاج كيتسمى في العمل المسرحي. هكذا بديت. من بعد عاد وليت كنمثل.
يعني اشتغلت مزيان، فكنت كنرسم وكنصبغ وكنطرق الديكور وندير الدروج ونصوب طاولات ونصوب كذا ونصوب جميع الامورات يعني، والدليل ها انت هي دير ديال الخدمه ما عليناش. من بعد اشتغلت في وليت كنمثل، مثلت اول عمل مسرحي كان ليا وهو مسرحيه الطيور. الطيور هي دائما كتهضر على التقسيم الطبقي ديال محمد الجم بطبيعه الحال. من بعد جات صالح مصلوح ديال عبد الحق الزروالي، من بعد جات عنتره في المرايا المكسره ديال البرشيد، من بعد جات شطحه جحجوح، من موراها جات السرجان والميزان، واحد مجموعه ديال الاعمال يعني اعمال جيده موثقه، يعني كانت موثقه عند وزاره الشباب والرياضه لانها هي اللي كانت وصيه على الفرق اللي تابعه لدور الشباب. شنو نقول لك، احسن عمل او يعني كاين الاعمال كلها تعد اعمالا تراكميه، يعني كل عمل كيخليك انك كتشد فيك تشدك فيه شي حاجه، كل عمل لانك بحال كتولديه يعني شي حاجه ديالك منك طرف منك كاين لمسات ديالك، ما يمكنلكش شيء يعني تفضل هذا على هذا، كل عمل كتبذل فيه مجهود الا كيولي عمل مزيان. يكفي انه الى نال الاعجاب ديال المتلقي او الجمهور، هذا شيء جميل. تقدر من قصر الباشا؟ انا هو الحقيقه التلفزيون حنا كان عندنا موقف، هذا النادي الجيل ديال الستينات والسبعينات كان عندنا موقف اننا نبانو في التلفزيون، واحد الوقت كان عندنا موقف اننا نبانو في التلفزيون. التلفزيون عهدي به في سنه 2000 في الاعمال ديال من دار لدار، من جيل اللحومة، مسلسل الساس مع المرحوم عزيز مهوب، خطر رجعة، يعني عاد بشوية بشوية الإنسان. حتى حنا دابا حنا ما غنسميوش راسنا لأننا حنا وصلنا لشي حاجة اللي هي يعني في, 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 في التشخيص أو لا، حنا دائما كنتعلموا، حنا ما عمرنا كنا دائما كل نهار أي عمل شاركتي إلا وكتعلم حاجة، دائما كنتعلموا كل نهار، يعني كل عمل شاركتي فيه إلا وكتعلم حاجة، كتزادك فكره، كتزيدك معلومه، كتزيدك يعني سواء من عند اللي خدامين معك كممثلين ولا كمخرج ولا كسينوغراف ولا كل واحد كيوريك حاجه، وكنتعلموا كنتعلموا كنتعلموا. بالنسبه للقصر الباشا هناك كان واحد المخرج، يعني واحد المخرج جميل اللي عايش في بلجيكا اللي هو مغربي، هو انوار معتصم. قبل قصر الباشا هو عيط له على واحد العمل ديال تاريخنا فخرنا، يعني مثلت واحد الدور ديال طريف اللي كان يجانب طارق بن زياد. هاد طريف هذا هو اللي كان كيوري الطريق منين غيدوز طارق بن زياد للفتوحات الاسلاميه. يعني لما شخصوا كذا يتق فيا وعيط لي لواحد العمل اخر اللي هو المرحله الثانيه ديال الف ليله وليله، لعبت واحد الدور ديال ارسلان، انا بوات شهرزاد ودنيا زاد وكذا و من بعد قصر الباشا باعتبار يعني كيف ما كيقول هو على انني انسان هادئ وكذا وانسان حازم، اعطاني واحد الدور ديال انني نكون واحد الشخصيه في واحد المدينه اللي هي شخصيه يعني محترمه وشخصيه اللي هي متزنه وعندها صوت في المدينه وكذا، كمرشح كهذا انه يدافع عن المواطن ويحارب استعمال المخدرات، بينما ولده كيسقط في هذا المشكل على انه كيستعمل المخدرات. ولكن بالحنكه ديال هذه الشخصيه هذه اللي هي ابراهيم اللي في قصر الباشا اللي كيحاول ما امكن انه يرجع ولده، حيث المراه عنده توفات له خاصو يرجع ولده من ديك الطريق ومن بعد، بالتالي كيولي الولد هو اللي عنده صوت في الحزب اللي انا كنتمي ليه. هذا هو الشخصيه ديال هذا قصر الباشا. الأعمال المسرحية هي هو الأصل، هو الأصل، يعني المسرح خاصك دير المسرح، وخا في التلفزيون وخا في السينما خاصك دير المسرح، يعني المسرح عندك مع الجمهور كاين واحد لو كورون، واحد يعني واحد الرابط بينك وبين المتلقي بين الجمهور حي، ما عندك ما تخبي، ما عندك من اي حاجه عندك تقولها قدام الجمهور، يعني كاين واحد التواصل بينك وبين الجمهور، يعني المسرح نفضل المسرح، المسرح اكثر. السينما ولا التلفزيون لقطه درتي لقطه جوج كذا ماشي هي هذيك يقول لك عاود كتعاود، المسرح لا، يعني ما تحس به الداخل ديالك كتاديه قدام الجمهور. اظن ان المسرح هو
الجديد مسحي هو واحد ربعه ديال الحلقات داك البرنامج ديال المداوله. من بين الادوار اللي لعبته هو داك الدور ديال داك المشكل اللي وقع ديال داك البرلماني مرداس. لعبت داك الدور ديال مرداس. هو برنامج كما معروف يعني كيتشاف مزيان، والاستاذه رشيده احفوظ هي استاذه يعني مشكوره طبيعه الحال، لانها كتخدم واحد المجموعه كبيره ديال الفنانه في البلاد وكتساعد من يعني صراحه هي هذه. وواحد العمل يعني في شريط قصير ديال العنوان ديال حياه نكرو حياه ولا فاضله ولا بحال هكا، وواحد ثاني فيلم ان شاء الله في الطريق الى سهل مولانا ان شاء الله. هذا هو الجديد اللي كاين حاليا. شكون هو المخرج اللي كترتاح معاه؟ المخرجين يعني المغاربه كلهم مخرجين مزيانين، كلهم مزيانين. يعني خصك انت تكون مزيان باش هما يكونوا معك مزيان، حيت الا ما كنتش مزيان ما يكونوش معك مزيان. يعني المخرجين كله تجربته، كله لمساته، كله يعني قرايته. يعني انت خصك تكون ممثل يعني تؤدي ما يطلب منك. يعني اخلاق، ادب، احترام، قال لك ولكن الا كاين شي ابداع راه يمكن لك تبدع. دونك المخرجين كلهم مزيانين الله يعمرها دار، يعني كله تجربته. شنو في النظر تاعك خاصو يبدا باش تصور الوضعيه ديال الفنانين المغاربه؟ لتسويه وضعيه الفنان خاص القانون يتفعل. خاص القانون اللي يعني فعاليات اللي خرجوا ذاك القانون خاصهم يخرجوه للوجود ويطبقوه ويفعلوه. الان دابا الفنانه كيتوفر على البطاقه ديال الفنان ومنهم انا. يعني دابا خص داك القانون يتفعل، بمعنى بارك عندنا ماتشي ديال التسيب، كل من هبا ودب يجيو يجيبوه يحطوه يخليو واحد فنى حياته ديالو في التمثيل ويجي واحد من موراه ويشتغل وكذا، واحد بينما واحد اخرين ما كيشتغلوش. يعني القانون كيخصو اللي يحمي هاد الامور هادي، يعني تفعيل القانون لحماية الفنان خاص تفعيل القانون. قانون الفنان بطبيعة الحال كنهضر عليه. شنو رأيك مزيان إلا كان عنده في التمثيل، علاش اللي ما يمثلش؟ علاش اللي ما يمثلش؟ هذه يعني قيمة مضافة، كيغني وكيمثل. ناخذ غير على سبيل المثال ولد البسطاوي الله يرحمه، بالمناسبة الله يرحم سيدي محمد البسطاوي، ولده أسامة بدا بالغنى. بدا بالغنى، صوته جميل، صوته زوين مزيان، ولكن شكون اللي عطاه انطلاقه على انه يمثل؟ هو با، ولكن توفق وتبارك الله يعني مزيان. راك شتي كي داير، كيمثل مزيان، وكاين بنات عاوتاني وكاين سيدات هما كيغنيو ولكن كيمثلوا كيعطيو مزيان مستحب. وعلاش اللي ما كليش انا حتى نغني؟ انا كندير التمثيل يمكن لي نغني، فهمتي اش بنقول؟ راه يمكن لي نغني، يعني للحريه، ولكن غير خاصك تكون نيت عندك انك خاصك تغني، انك كتغني وعندك يعني الخامه الصوتيه انك تغني. عندنا واحد المعلومه، كنت كتخدم في القطاع العام. كيفاش تختار التمثيل؟ هو انا كما قلت لك البدايه ديالي كانت في سنه 14 سنه بديت انايا، انا يعني باقي كنقرا. يعني قبضت في الفن وخديت الباك، ولكن ما خدامش. خاصني نخدم، خاصني شي مورد اللي يمكن لي نعيش به انا، ما خصنيش نبقى متابع غير، لان الطريق شاقه في التمثيل، انك تبقى غير فنان كتمثل وتسنى يعيطوا لك باش انك تمثل. فعلا اشتغلت في 82 23 دوز 82 اشتغلت. دابا واخد المغادره الطوعيه مرتاح وجالس، فهمتي كيفاش؟ مزيان، ماشي القطاع العام وانما في شيء عمومي. كنت كدير رئيس مصلحه حوادث السير في النقل الحضاري بالرباط وسهله وتماره، كمسؤول مدني، يعني كنمثل الشركه امام السلطات المحاكم والبوليس وكذا، وفي نفس الوقت كدير التمثيل. شد هنا وشد هنا، باش تعيش. في اطار التبادل الثقافي وحوار الحضارات، سمعت بلي قمت بزياره اسرائيل. ماشي قمت بزياره، جاتنا دعوه. جاتنا دعوة من فرقة عربية تعيش داخل إسرائيل، لفرقة عربية من القطر المغربي، من المغرب. يعني لبينا الدعوة، وهذا الشيء كان الوقت إبان اللي كان المكسب ديال الاتصال ديال إسرائيل مفتوح عندنا في الرباط.
يعني ما كاين لا تطبيع لا والو، كانت غير علاقات هكا سير واجي وكذا، ما كاين لا تطبيع لا والو. وحنا مشينا على هذا الاساس اننا غنمشيو غنمثلوا البلاد في واحد المهرجان معين داخل يعني داخل اسرائيل وداخل رام الله وكذا وكذا، بتقديم واحد العرض مسرحي كان تحت عنوان يوم من زماننا لسعد الله والنوس. كنا لاعبين هذا العمل هذا وهما عرضوا علينا ومشينا ودرنا استقبال جميل يعني، واستقبلونا في البلديه ديال تل ابيب بطريقه مغربيه استقبلونا وكذا وهذا و و و و درنا البلاد مزيان. ومن حق اي انسان على فوق هذه الارض خاصو يمشي يشوف ديك المنطقه، لان ارض الانبياء والرسول خاصو يمشي يشوف ديك المنطقه، اي واحد خاصو يمشي يشوفها. فهمتي ولا لا؟ هي كانت دعوه من عندهم، وفي نفس الوقت حنا يعني ردينا لهم الدعوه حتى هما جاوا لعندنا، وكانت يعني موفقه، كانت رحله موفقه تمايا. ودخلنا من باب المغاربه وشفنا حي المغاربه وشفنا حائط المبكى وشفنا يعني واحد المجموعه ديال المدن زرناها، وكانت يعني تجربه جميله جدا. ما كانش تطبيع بعكس ما هو حاصل الان. الان تطبيع فيه بنود، فيه اتفاقيات، فيه يعني تبادل واحد المجموعه ديال الامور لما فيه الخير للبلاد والعباد. ومرحبا يا كاسيتي. اه ولكن قبل ملعون نهضر لك على تجربتي في المشاركه ديالي في العربيه، لانني اشتغلت مع السوريين يعني في واحد اربعه اعمال سوريات كانت صورت هنايا في المغرب، اشتغلت معهم يعني كرابع قرطبه، كملوء الطوائف، القعقاع بن عمرو التميمي، ومسلسل عمر. تجربه كانت مع حاتم علي الله يرحمه بمناسبه حتى هو، لانه كان من المخرجين الكبار العرب الذين بصموا في الساحه العربيه الفنيه، وقدموا لنا اعمال جليله وكبيره جدا. وفي نفس الوقت يعني اشتغلوا واحد المجموعه ديال المغاربه معاه اللي كان كيثق فيهم وكيسند لهم ادوار مهمه، وكنت لله كانت تجربه معاه جميله الله يرحمه بمناسبه. بالنسبة للفن الملحون هو بديناها يعني بديناها غير قال لك جاي طلوا ويحصل، يعني غير إطلالة كنطلوا هكايا وكنمشيو للقهاوي ديال الملحون في مدينة سلال داخل، واستهوانا داك النغام وداك الناس كيفاش كيأديو وكيفاش كيهضروا الطريقة باش كيهضروا بداك المصطلحات المغربية القحة القديمة ولكن جميلة سلسة. من بعد ولينا كنبحثوا حنا في الملحون وكنقدموا على الركح، فهمتي؟ يعني شدينا واحد المجموعه ديال القصائد الملحون ورديناها ممسرحه. علاش رديناها ممسرحه؟ لان كاين واحد المجموعه ديال القصائد ديال الملحون اللي فيها الحوار المسرحي. ها؟ ودرنا لها اسقاطات ورديناها مجموعه ديال الاعمال، وهادشي كله مع واحد الاستاذ ديالنا اللي هو حنا كنحيوه بالمناسبه، اللي هو استاذنا العام جيد فنيش، اللي تعلمنا من عنده الشيء الكثير، وحنا بالمناسبه كنتمناولو الشفاء العاجل. استاذ فنيش اشتغلنا معاه يعني في مجموعه ديال الاعمال يعني باللغه الفصحى وبالدارجه وفي الملحون بطبيعه الحال، لانه كانت له اللبنه الاولى في يعني تلقيننا الملحون، ولينا حتى حنا كنفهموا شويه في الملحون وكذا. مرحبا. غنأدي لكم واحد المقطع ديال واحد القصيده ديال القندوز. هذه القصيده هذه كتقول، هي قصيده جميله تحت عنوان غاسق الانجال. غاسق الانجال، الانجال هما العيون والغسق هو الليل، يعني كحل العيون. غاسق الانجال كيقول ايا غاسق الانجال عذبتيني بالتيه، روفيا غزالي او روفيا شملالي، زور رسميه مول الخال، عينك عبدك يرجع لوصال. وكتأدى بهالطريقة. سيدي غاسق الانجال عذبتيني بتيه، روفيا غزالي زور رسميه مول الخال، عبدك يرجع لوصال. فاك من قربي غير جفيل جرح التيهان، ويفوق جرح الانصال، حبك في الحشا صال ولا حكم مفصال.
بارت حيلتي شحمالي بحرك عنجرة في مالي وسقت من جفاك حمالي جسمي من الجفا داب هلو دموع الهداب وعيد صابر يا مقواني ولا نفع فقرامك تحزار سلطان هواك تغاوجار راد قتالي تركني ميسور في الغلال هو طوع البطال